سؤالك ممتاز انه نعرف الجهاز شنو كجهاز ومن ثم ننتقل الى شنو ممكن يحدث مع هيك نوع من الاجهزه. البيجر هو جهاز يستخدم للاتصالات اللاسلكيه، هو يشبه اجهزه الووكي توكي او الهوكي توكي مثل ما نسميها بالعراقي احنا، ولكن هو لا يرسل اشارات صوتيه وانما يستخدم لارسال الاشارات النصيه او الاشعارات. وطبعا احنا كعراقيين ممكن نكون كلنا شايفين، لان احنا عندنا هواي بيجرات بالمطاعم، هي الاجهزه الصغيره اللي يطوكيها بالمطعم حتى تروح تستلم بيها الاكل مالتك. شايف بعض الاحيان تروح المطعم تطلب اكل ولما يكون الاوردر مالتك جاهز يصير عندك اشاره بالجهاز مالتك اللي هي بيب بسيطه جدا تروح تستلم بيها الاكل مالتك. هذا الجهاز يسموه البيجر البسيط اللي هو يستخدم لي فقط لإشارة إشعار معين. وأيضا شايفيها بالأفلام، وأطبائنا أيضا في مستشفيات الطوارئ عندهم هاي الأجهزة اللي هو جهاز يسموه Call for Duty Device اللي هو نداء الطوارئ أو نداء الحالة. ضباط الشرطة أيضا عندهم هاي الأجهزة اللي تدعوهم إلى حالة معينة يستلم بها رسالة نصية معينة ثم يتوجه إلى مكان الحادث. هاي الأجهزة اللاسلكية تشتغل على إشارات راديوية، تشتغل على إشارات راديوية اللي هي VHF والـ UHF اللي هو أنت تعرفوها بالبث التلفزيوني بترددات معينة بين 137 على VHF للـ 147 وعلى الـ 400 للـ 500 على الـ UHF. هيك نوع من الأجهزة هو مو معقد حتى يصير عليه اختراق سبراني كبير بشكل الاختراقات السبرانية اللي تصير على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. جهاز بسيط، جهاز بسيط، وهو يمكن ايضا السبب انه الجهه المستهدفه استخدمته بعد ما تم استهدافهم على مستوى اجهزتهم المحموله، لان تدري التعقيد هناك اكثر، التقنيه احدث والكيان عنده قدره على ان يوصل لهم بطرق مختلفه بالتجسس والى اخره، فهي وسيله امن وايضا هي وسيله ابسط وممكن ان توصل بها رساله الى مناطق ابعد بالمناطق اللي هي الريفيه او المناطق المدنيه. شلون قدرت اسرائيل، طبعا هي ما تحملت المسؤوليه لحد الان، ولكن حزب الله بيانات تهمه، شلون قدرت اسرائيل ان تخترق هذه الاجهزه وتفجرها؟ او نصدق بالروايه الاخرى انه قبل 5 أشهر تم استيراد شحنه من قبل حزب الله لهذه الاجهزه وكانت مفخخه اصلا، بكل جهاز بتقريبا 20 غرام قنبله صغيره 20 داخل الجهاز. سؤال جيد جدا. ايهما الاقرب؟ السيناريوهات كلها متاحه. يعني انا صراحه شفت الصور، الاجهزه هاي تستخدم بها عده فيرجنات، بها عده نسخ من عدها، مثل ما حضرتك تفضلت في 98 كانت موجوده وقبلها. الاجهزه القديمه تستخدم بطاريات حقيقه انفجارها لا يحدث شيء، اللي هي البطاريات اللي تستخدم بالساعات اللي هي CH2032، هاي اللي نستخدمها باي اجهزه ممكنه. والحديثة، ولكن النسخه الحديثه من عدها اللي هي الثنائيه اللي هي اللي ترسل وتستقبل، هي تستخدم بطاريات الليثيوم، وبطاريات الليثيوم اللي موجوده بالايفون مالتك او بجهاز الاستاذ او بجهازي او بكافه الاجهزه اللي نستخدمها. بطاريات الليثيوم، الليثيوم عاده ماده قابله للانفجار والاشتعال، وحسب حجم البطاريه ونوعها والماده المصنعه منها ممكن الانفجار هذا يؤدي الى اصابات.